إذن بولحباس محمد رئيس القيادة العليا لهيئة الحضرية ولاية أمن فاس. إذن كما شاهدتوا جميع المكونات ديال ولاية الأمن فاس تحت الإشراف ديال السيد ولي الأمن تلقى التعليمات مباشرة من أجل تأمين الاحتفالات ديال رأس السنة والتواجد الفعلي في الشارع العام، كذلك التأطير الجيد للعناصر والتتبع ديال العمل ديالهم طيلة فترة ديال الاحتفال في الأماكن ديال الاحتفال سواء المطاعم الفنادق، كذلك الأماكن ديال التبضع، الأماكن ديال التواجد ديال المواطن الفاسي أو ديال السياح الأجانب. ديال كل مجند باش تدوز هذه الليله في احسن الظروف. بالنسبه لعناصر المرور تعطاتهم تعليمات باش يكون التواجد ديالهم في جميع القطاعات اللي كتعرف حركه من اجل الانسيابيه ديال حركه السير. كذلك السدود القضائيه تم التعزيز ديالها، مداخل ومخارج المدينه مؤمنه، تم التعزيز ديال السدود بالكلاب المدربه من اجل التامين ديال المدينه باش تدوز هاد الاحتفالات في احسن الظروف. غادي تتم المحاربه الصارمه ديال جميع الحالات ديال السكر والعربده، الحالات ديال المشاكل في الشارع العام، باش يتسنى للساكنه وكذلك الاجانب باش يحتفلوا في ظروف امنه حتى لساعات متاخره من الليل. والكل راه غادي يكون متواجد في الشارع العام، والكل غادي يكون مشمر على الصعيد ديالو في اطار التاطير الجيد ديال العناصر طيله هاد الفتره. راه كانت استعدادات تقريبا من اواخر ديال شهر 12، اذا الكل راه على علم والكل في المستوى المطلوب، ونتمنى ان شاء الله باش تدوز هذه الاحتفالات في احسن الظروف، والشكر لكم جميعا.